عن مفهوم الأمانة في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، بنرحب بأهلنا جميعا في كل بقاع الأرض من مسلمين جميعا ومسلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مفيدا لنا جميعا، وأن يكون لنا قائدا إلى الجنة ومبعدا عن النار، اللهم آمين. الحقيقة موضوع الأمانة هو موضوع من أخطر ما فرضه الإسلام على المسلمين، وهو بهذا الأمر يعني يستقيم المجتمع كله، لا اعوجاج فيه، نرى الأمن ونرى الأمان في الخير كله. الأمانة هي كل أو حفظ كل شيء يملكه الإنسان، الأمانة هي حفظ كل شيء يملكه الإنسان، حتى قالوا أن الأمانة هي ما يملكه الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وعملا. واستدلوا بقول الله عز وجل: إن الله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. والأمانة أيتها الأخت الكريمة هي خلق من أخلاق هذا الدين العظيم، بل هي أسس أو أساس من أسس هذا الدين العظيم، وفريضة ثقيلة وعظيمة رفضت السماوات ورفضت الأرض أن تتحملها، وحملها الإنسان، لأن في حملها أجر وثواب، وفي ضياعها عذاب وسؤال عند الله سبحانه وتعالى عنها. قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم، تمام. طيب.